السلام عليكم واش لافامي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. رجعنا لكم فيديو جديد لقناتكم قناه عبود فلوغ. ويوا الاخوان كيف ما كتعرفوا كاين حاصله جديده، فيديو جديد كاين حاصله جديده، شي حاجه ديال لي فام شي حاجه ديال لي زوم، اتمنى مناسبه. راكم عارفين الاخوان احسن تمام في المغرب. ويوا الخوت رجعت لكم بواحد شي حاجه لي طوب، شي حاجه لي زوينه، وان شاء الله نتمنى اننا ننالوا الاعجاب ديالكم، نكونوا على المستوى ان شاء الله. المهم الخوت كما قلت لكم، الناس اللي باقيين جداد الخوت دخلوا تابونوا معنا في لاشين. بزاف ديال الناس كيشوفوا في لي فيديو ولكن ما دايرش ابون ديالو، ابوني باش تكبر لا فامي وكذا تشجعونا اننا ديما نجيبوا الجديد، معلومات جديده وسلعه جديده، والناس كاملين يستافدوا منا. وان شاء الله نبقاو ديما العروض لي بروموسيون كما معروف لينا لاشين ديالنا مؤخرا، كاين العروض والاثمنه احسن ثمن كاين في المغرب الخوت. المهم الاخوان الرقم راه اسفل الفيديو بالنسبه لليفريز راه كنديروا على المغرب كامل. تعجبو شي موديل يدير لي سكرين ويلوحوا ليا في الواتساب يتواصل انا وياه وان شاء الله يكون خير. المهم الاخوان بالنسبه لهاد السلعه راه كما قلت لكم الجديد وكامله اوريجينال، وكاين جديد شي حاجه قليله اللي مستعمله، وكاع اصلا اللي كانش حاجه مستعمله كتكون طوب بالمقادير 10 على 10 وزيرو ديفو وغارانتيو بها مقال الاخوان. المصداقيه هي اهم شيء. المهم نطوش لكم الخوت، نتمنى الاعجاب ديالكم هذه الحصيله، ما تنساو تخليو لنا التعليقات ديالكم الاراء ديالكم في لي كومونتير كيف جاتكم السلعه، واللي فيه ديجا تعامل معايا ولا يشوف يكومونتي لينا كيف جا السيرفيس وداك الشيء باش الناس تعرف كيفاش داير السيرفيس. المهم الاخوان ما نطولوش لكم، نبداو الفيديو على بركه الله، اللهم يسر. بسم الله على بركه الله الاخوان، نبداو بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم الاخوان اول قطعه هي هادي بوس، لو فون ديالها في النوار، بياسه كاستري زوينه، ديامتر 40-42، اوكازيون او تري بون ايتا كيما تيبان لكم الاخوان، بياسه راه اوكازيون نقيه، والثمن ديالها 600 درهم. هادي الاخوان ما بقاتش جديد، حتى في جديد ما كاين لها واحد الاقبال، ما بقاتش مطلوبه وما كايناش حتى جديد. هاد بياسه اوكازيون غندوزوها 600 درهم. ثاني بياسة اوكازيون وليطا ديال الجديد هي هادي بوس، هيكو بوس بياسة نقية اللهم بارك، قاعدة جديدة سانشور ديالها، الشاع ديال البوس، ريكلاتور ديال البراسلي. المهم هادي اخوان تاهي كرونو كلشي خدام، اوكازيون ولكن جديدة، هي ديال 10 على 10. هادي الثمن ديال الاخوان 550 درهم، 550 درهم. غندوزو الاخوان لواحد القطعه اللي اللهم بارك لاول مره هادي ولي حتى شي واحد ما كيديرها، اللي هي البوس فيلا. هادي بيا وشريره كاع ما كيديروا هادي بياسه مليحه، ولكن غتبداو تشوفوها هايا جديد الاخوان. الكوفير ديالها راه فيه هنايا فيسات، لاكام مليحه، مكانه ثقيله، وفي الكرونو ديالها الموتور ديالها كما كتشوفوا الطريقه ديال موتور فالزو بحال لاكام ديال تيسو، شرون في اللاج ديال الخامه، شوف كيفاش كيرجع كيفاش كيرجع لبلاصتو، هاو كيفاش غيرجع لبلاصه، شتي كيفاش رجع، فيه طاكيمتر خاصية ديال طاكيمتر، السيركل كيدور ليها في سيلفر، بياسة أنيقة اللهم بارك. هادي الثمن ديال الإخوان في البريفي، دابا غادي ندوز عندي البريفي. وكاينة واحد القطعة ديال البوس تاهي بحال هاد لاكام، هادي بياسة تقيلة مقارنة مع لي بوس خرين، كتلقى هادي كاليتي حسن، بوس ايرو و بوس فيلا، هادي في النوار وفيها لو روج هنا. الموفمون ديالها ماشي بحال الاخرى، ولكن فيها دي فونكسيون زايدين تاهي، هاهي جديدة الاخوان السولوفان ديالها. هادي تاهي التمن ديالها في بريفي. غندوزو واحد البوس ديال لاسانتور براسلي في الكوير مارون، بياسة كلاس زوينة، كرونو تاهي
ديالها في المارو سي تان فري كوير كروكو و الثمن ديالها 800 درهم. الثمن ديالها 800 درهم. كاين واحد البوص ديال لا سانتيو سيليكون جديده كاع ما مستعمله ديامتر ديالها صغير كاع ما كبيره بالنسبه اللي عنده شي بوين دي صغيره يا كامله بلاك الثمن ديالها 800 درهم. كاين واحد طومي محبوبة الجماهير هاد الموديل هذا كيتباع اخوان لي طلب الثمن ديالها 800 درهم سيلفر وفيها لو فون ديالها في البلو مارين بياسة زوينة. كاين هاد الموديل ديال طومي شوية الراس عندها غليظ ديامتر ديالها موين ديالها ديزاين بحال هكا الثمن ديالها 800 درهم. كاين هاد البوص بالنسبة لشي واحد كيبغي ديامتر شوية كبير هادي راه كبيرة شوية في الديامتر الطابلو ديالها بلو مارين بيسا سيلفر كلاس سبور الثمن ديالها 800 درهم. كاين هاد البوص لو فون فيغ هاي بيسا سامبل غيدخلوا شي وحدين يقول لك هادي انت كنتي ديال في البروموسيون 600 درهم راه ماشي هادي تقريبا الخامة راه قريبة لها والاخرى ديكرادي بالسيلفر والجولد. المهم هاديك السلعة ديال الصعود الاخوان راه مبقاش بالنسبة للناس باقيين كيجيو يسولو راه مبقاش تنديرو شي بروموسيون ان شاء الله دخل شي ساعة بثمن مزيان نديرو بروموسيون ان شاء الله. هادي ديال 800 درهم. كاين هاد طومي بحال اللي دازت الاولى حتى هي هادي عليها واحد اقبال زوين خامة بلو مارين ديكرادي بالسيلفر والجولد جديدة ما مستعملاش التيكي ديالها في ريفيرونس الثمن ديالها 800 درهم. كاينة هاد الطومي هادي اللون ديال تيتانيوم نفس الموديل اللون ديال تيتانيوم فيها البرونز الفوق الثمن ديالها 800 درهم. كاين بوس فون فيغ لاسانسيو ديال الجلد بياسة كلاس سبور دائما خلينا نصير هو هذا موين يجي مع اي بوان اي ستوندار الثمن ديالها 800 درهم. كاينة هي لا ميم ديالها في الكولور اللي مختلف في الخامة هادي في الجولد والنوار لاسانسيو ديال الجلد هنا راه تشوب هذا من الفوق هذا الفوق يعني الاخوان راه تشوب الثمن ديالها 800 درهم. كاين واحد البياسة ديال امبوريو ارماني اي جديدة غير مستعملة هذا فيه هنا قومة سيليكون الثمن ديالها 700 درهم. هادي الثمن فيها 700 درهم. كاين طومي في النوار وفيها لداخل الجولد غوز لي بوطون الثمن ديالها 800 درهم. كاينه بوس سيلفر لو فون ديالها في البلو هادي ديامتر صغير الثمن ديالها 800 درهم. كاينه واحد القطعه رائعه ديال السيليكون بوس الموديل واعر تبارك الله سيليكون بوس الراس ديالو هو هذا نوار ورماط زوينة الثمن ديالها 800 درهم. كاين هاد القطعة ديال طومي تاهي بالنسبة اللي كيبغيو الناس ديامتر كبير راه جديدة تاهي غير مستعملة لو فون ديالها في النوار الثمن ديالها 800 درهم. ندوزو دابا لواحد القطع لي اوكازيون بالنسبه للسواتش انا ما كنديرش لي فيديو فيهم هاد السلعه بحال مثلا السواتش ولي سواتش الفي اس حيت هادو الاخوان تكونوا في السوق تتباعوا في السوق اغلبيه كيتباعوا عندهم كليان ديالهم ديال السوق. المهم راه كيكونوا عندي
اغلبيه حيت كتكون السلعه كثير ما كباش نكثر بهم حتى هما. ممكنه دوبل زيرو سات، كاين جوج قطع، عندي جوج قطع من دوبل زيرو سات، كاين هادي هيا لي طنقيه كما كيبان لكم خوت. بالنسبه للناس اللي كيسولوني بزاف على دوبل زيرو سات، هذيك اللي كانت لي طال ديال الجديد راه تباعت الاخوان، كاين هاد الليطا هادي حتى هي باقا نقيه، ماشي بحال ديك الاولى ولكن حتى هي نقيه. هيا مع البواطه ديالها مع الوريقات، كمان يكون بريفي الخوت لا هي لا هادي، تعيد الثمن ديالها في الخاص. هاي الليطا ديالها حتى هي مويان، واحد 7/10 8/10 اي ديزا. من بعد نبقى منا كل وحده والثمن ديالها، كل وحده والثمن ديالها. اللي بغا يتواصل معايا في الخاص الخوت دوزو دابا لواحد لي سواتش في اس. بالنسبه لهادي هاي لو فون بلون ديغرادي بالاحمر، الخامه زوينه تبارك الله. وليطا هادي هي 10/10، مقسمة ليطا ديال 10/10 هي هادي ليطا ديال الجديد تبارك الرحمن، بياسة نقية، سانتيو زوينة تاهي بحال ديزاين ديال رولكس. كلشي خدام الخوت كارانتيو بيهم قال. كاينة هادي كتبقى بألف وتلتمية درهم، ألف وتلتمية درهم هو البيع ديالها الخوت. كاين هادي تاهي موديل في اس، كلشي خدام. هاهي النقا ديال 10/10 فيرموار فيها ديال النوفو، سانشيو تاهي ديالها زوينة ونقية 10/10 و الثمن ديالها 1300 درهم، 1300 درهم. ندوزو لواحد جوج قطع ديال الفيستينا، سمح لينا الحسن الثاني، سمح لينا الحسن الثاني اجيو هنا. بالنسبه لهذوك الاخوان راه تشيت كار سوفينير وصافي، تما كل ورقه عندها قصه ديالها. كناخذهم طاوني الاصدقاء كسوفينير. المهم كاين الاخوان هادي في البلو مارين كما كيبان لكم في الرون فلاج ديال الخامه، كما كيبان لكم الخوت بياسة نقية. هاد ليطا لي هادو هو المقا كما كيبان لكم الإخوان، هي مستعملة ونقية. الثمن ديالها في البريفي، لي بغا يتواصل معايا في البريفي، هي راه نقية بلو مارين وكاينة في الخزي ديالها. هاهي الإخوان كيما كتعرفو كيما معروف عليا الإخوان، لوكازيون يكون نقي، الا ما كانش نقي ما تنديش ديك السلعه ديال ريباراسيون، محلول طير ليه فيس، نبدل ليه ساروت، نبدل ليه قفل، كلشي اصلي. اللي تكون اصلي كيبقى في المكانه، ماشي صمطه مبدله، عظم مبدل، طابلو مبدل، والغريب في الامر كيتباع بثمن ديال وحده اللي جامي ريباري. المهم الاخوان ليطا ديال 10/10 اللهم بارك الحمد لله، تاهي الثمن ديالها في البريفي. وندوزو دابا الاخوان للتيسوات برا اللهم بارك، بي ار اس 516 كما تشوفوا الاخوان، هاد اللون في الاصفر بياسة جديدة 516، هاي بياسة نقية صافير كريستال. الثمن ديالها في البريفي، المهم غيكون الثمن زوين كما كتعرفوا عليا انا، الثمن زوين لا لي احتكار سيل على نغليو السلعه ديال الكليان كما كتعرفوا الخوت، احسن ثمن في المغرب. هاي 516 لو فون في النوار ديغرادي بالبلو لي موري بالاحمر،
PRS 516 هذه جديدة ميكا غير مستعملة غير مستعملة غيكون فيها ثمن زوين يكون فيها ثمن زوين ضروري ثمن زوين كاين هاد التيسبور طاكيمتر اوكازيون نقية هادي اوكازيون نقية 10/10 القفل ديالها هي اوكازيون نقية وفيها الجولد هنايا تيسبور غيكون فيها ثمن مناسب الخوت شاي شي مشكلة نديرو ثمن زوين كاينة بي ار بي ار سي 200 بي ار سي 200 القطعة يلا جات باقا جديدة تبارك الله رخامة كي دايرة طخو شارجي لا فينيسيون ديال اش كيدير الاخوان ما شاء الله زوينه شي تجي في اليد انيق هادي الديامتر ديالها صغير 40 فيرمور ديالها هو هذا السيري ديالها اللهم بارك الثمن يكون ثمن زوين احسن ثمن في المغرب واحسن عبود في المغرب يكون ثمن زوين الخوت شتي السواج وان شاء الله جاي السلعه وغنديروا مازال اثمنة اللي جد مناسبه كما شوف العنوان ضابط الايقاع ضابط الايقاع كاين سيستار اسانتي البراسلي ديالها شبكه في الزرق وكاينه في الحمر الحمر براسلي مبدل كما تشوفوا الخوت ما غيدو يكون فيهم ثمن زوين تا غيكون فيهم ثمن مزيان الاخوان اللي بغا مرة يتواصل معايا في الواتساب ولا الانستغرام للناس اللي عندهم الانستغرام ديالي يكون فيهم ثمن زوين مع ضابط الايقاع غيكون واحد الثمن خيالي المهم الخوت اللي بغاهم يتواصل معايا كاين هذا الموديل خامة في البلو لي غادي بال في الجولد و السيلفر بيسة زوينة ديامتر ديالها كبير 44-45 تمن زوين بقات قطعة من البي ار اكس في النوار اخر قطعة هي هادي و نديرو فيها واحد التمن لي هوتة ديالها بصح لي مكينش مهم كيما كتليكم الخوت لي بغا شي حاجة ريسكريني و يلوح ليا في الواتساب يلوح ليا الموديل ويكون ثمن جد مناسب ثمن جد جد مناسب المهم الاخوان سالينا من ديال سميتو غادي ندوزو دابا لشي حاجه ديال لي فان غيكون بعجاله باش الفيديو ما يطولش ما يجيش طويل بزاف كاين واحد القطع ديال الكالفان كلين هادو اونيسكس شبكه فيهم ثمن مزيان ثمن جد مناسب غندير اليوم 1300 درهم هادو راه سويس ما معاهمش لي بواط الخوت هادو لي فاتو ثمن ما معاهمش لي بواط الاخوان ثمن ديال بلا بواطه لي بغا بواطه راه كتزاد واحد شويه وكياخذ بواطه كاينه كالفين كلين هادي تاهي اونيسكس سويس ميد واتر ريزيستنت 1300 درهم تاهي الخوت كاينه هادي بالنسبه للبواني صغار ولا دير شي فام رخامه زرقاء رونفلاج رخامه حتى هي البراسلي ديالها شبكه الثمن ديالها 1300 درهم كاينه هاد الكيس كتجي بجوج ديال لي كولور هذا البرونز هذا الجولد هذا الجولد ديالها هذا نوار هذا غري وبالنسبه للثمن 800 درهم وجداد عمرهم مستعملين كاين واحد الموديل اخر حاجه اخر كوليكسيون ديال الحالي اللي كاين في السوق ديال مايكل كورس هاما بالبرونز وفيه حاجات بالغوز ما شاء الله زوينه صور خامه كيدير من الداخل
تبقاو في اخر ثمن 800 درهم. 800 درهم كاين هذا القاس. هذا الموديل اللي فات راه فيه حتى واحد الموديل اخر، دابا نوري لكم. كاين هذا القاس فول جولد في الحجرات من الفوق اللي شايف الغومه، بيسه جديده تبقى ب 800 درهم. كاين هذا المايكل كورس هادي برونز ديغرادي ب مارون ديغرادي بالبرونز، فيها ثمن زوين، نديرو لها 700 درهم. كاين هاد القطعة ديال القاس، بالنسبة لشي حاجة لي شي واحد لي شي وحدة كتبغي البواني ديالها رقيق، أو كتبغي شي حاجة لي صغيرة، لاسانشور ديالها صغيرة، شبكة، الثمن ديالها 800 درهم. كاين الجديد عاوتاني في مايكل كورس، فيها قاس، فيها الحجيرات الفوق جديدة، هذا راه لومبالاج الخوت، الثمن ديالها 800 درهم. كاينة واحد القطعة رائعة ترونسبارون ما شاء الله جديدة الإخوان، حصريا ولأول مرة، شي راه متشوفوش عند حتى شي واحد، كيما كيبان ليكم ها هو التحت ديالها ترونسبارون، شتي كيدايرها الإخوان لداخل اللهم بارك، وترونسبارون من هنا راك تبين، الثمن ديالها 800 درهم. كاين هاد الموديل هادي بالسيلفر، الخامة في البلوسيال ما شاء الله زوينة، بحال اللي سبقاتها في الغولد، هادي كاملة في السيلفر الخامة. كاينة واحد القنبلة الإخوان بالنسبة لي فام، قنبلة موقوتة، بالنسبة لي باغي تهلا في موالين الدار غيبقى تا لخر، تبع الفيديو في الحاصلة تا لخر وتشوف شي حاجة لي طوف تيسو اللهم بارك. كاينة مايكل كورس، هاد الموديل كان ديجا عندنا، عاود رجع، هدا غني عن التعريف، داير بحال بي ار اكس، بحال ديزاين ديال تيسو بي ار اكس، كاين في هاد الديامتر، كاين في واحد الديامتر اخر، غنوريها ليكم من بعد. المهم 800 درهم، شو الخامة كيدايرها اخويا من الداخل، ما شاء الله. كاين هاد المايكل كورس، موديل جديد، في الحجرات من الفوق، سانتيغ ديالها كيدايرها، ما شاء الله. الثمن ديالها 800 درهم. كاين هاد الموديل لي كيتشابهو، كاين اختلاف لي كولور، هادي جولد فيها الفير كناري لي شيف غومون، هادي سيلفر و الخامة ديالها في الموف فيها الجولد، الثمن ديالهم 800 درهم الوحدة. كاين مايكل كورس تايا بحال لي قلت ليكم، بحال ديزاين ديال بي ار اكس، هادي صغيرة بالنسبة لشي وحدة كتبغي ديزاين صغير، البواني صغيرة، نكانا كتجي صغيرة، لاسانشور ديالها، الديامتر ديالها زوين، صغيرات بزاف عاوتاني، هي ندير كومباريزون بين هاديك وهادي، حيت راه كاين واحد شوية الفرق كيما كيبان ليكم، ماشي شي فرق كبير، المهم ديزاين راه بحالو، الثمن ديالها 800 درهم. بالنسبة لديك الغوز لي قلت ليكم الإخوان، هما لي كولور ديالها، كاينة في هاد اللون هدا. خامة تبارك الله كديرة، وكاينة في هاد الكولور سيلفر، وهو الغوز ديال اللول، اللهم بارك، هادشي جديد وحصري له أول مرة، حنا اللولين كنسبقو لأي حاجة، اللهم بارك، حنا اللولين، الثمن ديالهم كيبقى 800 درهم الوحدة. كاين واحد الموديل رائع جد جد رائع ديال مايكل كورس، هو جديد، إم كا إم كا إم كا، في حجيرات الفوق. بالنسبة للديامتر راه شوية كبير، لاسانتور رقيقة، كتجي رقيقة، حتى واحد ديزاين رائع اللهم بارك، مايكل كورس، الثمن ديالها كتبقى 800 درهم، واحد جوج قطع ديال البوس، كاينة في الجولد وكاينة في البرونز، الثمن ديالهم 800 درهم. كاين هاد الموديل تا هو جديد ديال القاس، كيجي في 3 كولور، هاد راه ديجا ليهم في الانستغرام الاخوان، 3 كولور زوينة، موطور كيبان من الداخل، لي بوطون خدامين، الثمن 800 درهم. واحد الموديل ديال القاس تا هو في 3 كولور، بالنسبة لي كيبغيو لا سانتور ديال السيليكون، هادو سبور زوينين، هادي راه غوز غوز جولد اللهم بارك، هذا
بلون ديالها والجولد، وهذا بلو سيال ما شاء الله. زوينين هادو الاخوان، بالنسبه لشي وحده اللي عجباتها ولا شي واحد بغات الله من الدار، اللهم بارك. دائما خشم شويه كبير ما صغارش، وكاينه محبوبه الجماهير امكا مايكل كورس امكا في الحجيرات الداخل، كاينه في 3 كولور حتى هي، كاينه في 3 كولور الجولد جولد روز والسيلفر امكا، هذه المعروفه الاخوان. هذه الثمن غنديروا لها حتى هي فقط 800 درهم، اثمنه جد 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 مناسبه، اثمنه تشجيعيه راه جوج ماكن ثمن وحده. هادشي كاع اللي كتشوف الشباب الاخوان راه جوج ماكن ثمن وحده. دخل اي باج انستغرام تلقاهم داير لها 1300 ديغا. كاينه اخر قطعه قيس ضيضات فيها الروم فلان زوين في الخامه كما كيبان لكم، هذه فيها في النهار وفيها لاضات بيسا سامبل. هذا راه ماشي بيوضيه، هذا غير لومبالاج بقى جديد المكانه، الثمن ديالها 800 درهم. المهم الاخوان الفيديو وصل النهايه ديالو، نتمنى هاد السلعه تنال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله يكون الفيديو الجاي ان شاء الله تشوفوا فيه شي سلعه زوينه. ما تنساوش جيم كومونتير بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم لا فيديو، وما نطولش لكم الاخوان حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.